السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الزيتون التفاحي. تعرفي اليومين دول بقى تخلي الزيتون الجميل من سنة للسنة بنعمله. نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واهله واصحابه وسلم. انا عندي هنا 3 كيلو زيتون، وعندي كيلو ليمون وربع مقطعه شوق. طبعا الزيتون انا ما جيتش جنبه زي ما هو، والفلفل برضو مش هقطعه ولا اعمل فيه اي حاجه خالص. وعندي نص جزر، وعندي حبه فلفل هريسه احمر، والفلفل عنده نص كيلو فلفل برضو مش يعني زي ما قلت لكم هخليه سليم زي ما هو. هضرب بقى طبعا الليمون في قلب الخلاط زي ما انتم شايفين كده، ضربه واقفل وضربه واقفل، ما تعملوش مره واحده عشان الخلاط المطرود بتاعه ما يبقاش شديد عليه الليمون. هنضربه كده ضربتين ثلاثه، وبعد كده هنصفيه. نشوف مع بعض هنصفيه. طبعا هنسيب القشر بتاعه، القشر يعني لوحده، وطبعا هنستعمل بعد كده القشر. ادي اهو الليمون صفيته اهو، وادي القش الليمون هنستعمله في الاخر. هنشوف مع بعض. وادي العصير الليمون احنا طلعناه من الليمون، والزيتون زي ما انتم شايفين اهو حبايبي. الزيتون طبعا جميل اليومين دول قوي في السوق. فطبعا هنعمل التفاح، وبعد كده ان شاء الله هنبقى نعمل عزيز مع بعض. انا عندي نص الجزر اهو، عايزه تعمل ايه بقى الجزر تقطعيه حته صغيره، عايزه تبشريه حاجه ترجع لك انت. هنحط بقى كله على بعضه، ادي الجزر وادي الفلفل، هنقلب كده كله مع بعضه. وهنحط بقى بعد كده الفلفل الاحمر، الفلفل الاحمر ده احنا كنا عاملينه مع بعض. هنضرب بقى الفلفل الاحمر كده كله، نقلب كل التقليبه مع بعض كده. وعندي حزمة كرفس هنقصها ونحطها برضو مع كل الخلطه الجميله ديت. هنقلب كل ده مع بعض. طبعا انا بحط على كيلو 5 معالق ملح. هنحط طبعا هنحط كده لكل كيلو 5 معالق، انا عندي 3 كيلو، هنحط زي ما احنا قلنا كل كيلو عليه 5 معالق ملح. هنقلب بقى كل ده مع بعضه. وطبعا هنحط طبعا اللي احنا الحاجه اللي احنا بنحطها اللي احنا متعودين نحطها يبتدي تغليفه حلوه للزيتون، هنشوفها مع بعض. بس نقلب بقى الملح كده كله مع بعضه. لو عايزه تحب تحطي معلقه كركم تحطي، بس انا هستكفي طبعا بالجزر وجماله كده مش هنحط عليه. هنقلب بقى كله مع بعض، تغلفيه كويس او بالملح. وبعد كده هنحط طبعا عليه زي ما احنا قلنا هنحط التغليفه الحلوه، نص كوبايه الزيت. هي نص كوبايه بس، عشان في كوبايه صغيره زي ما يكون كوبايه، بس هي نص كوبايه. هنقلب بقى كل ده مع بعضه. الزيت ده مهم جدا، بيدي تغليفه حلوه للزيتون والليمون والجزر كده، بيخليه ما يعملش ريم ابيض وكده زي ما انتم شايفين. قلبناه بقى، شوفوا بقى جميل كده، عايز يتاكل اكل كده وهو ني. هنحط بقى ورقتين ورق لوري ونص نقشرت توم. لو ما عندكيش توم ممكن تحطي معلقه توم هريسه من انت شايلاه. قلبنا بقى كله مع بعض. هنجيب بقى البطرمان الجميل دوت. طبعا البطرمان زي ما انت شايف ده ازاز، لو انت عايزه تعملي باغ ولا اي بطرمان تاني مفيش اي مشكله، بس المهم يكون معقم. بحب تخلي بقى ترجيه ازاز زي دوت، ممكن تعملي عليه البخار البوتاجاز من بعيد كده وتنشفيه. هنحط بقى حبه قشر ليمون، حبه فلفل، وبعد كده بقى هنحط ايه زي ما انتم شايفين، هنحط زيتون مع بعض. معلش انا احاول ابين لكم، بس كمني انا يعني بجيب الكاميرا بحاول اعملها لوحدي، فايدي شغاله وببقى شايفه ان الكاميرا مظبوطه زي ما انتم شايفين اهو. انا احاول ابينه لكم اهو. هنكمل بقى بقى ادي الزيتون اللي احنا الليمون اللي احنا عاملينه ترنشات. تحاولي بقى تحطي احنا بنخلي الليمون ترنشات ده كتجميل بس في قلب البطمان، يبقى شكله حلو. هنجمله كده مع بعض. وطبعا لو انت مش عايزه تحطي الفلفل الاحمر دوت، في ناس بتحط عصفر وفي ناس بتحط حبه البركه، ده الفلفل الاحمر بيحط عصفر. فطبعا انا بقول ده بقى ده العصفر ده بنستعمل الجزر، فده بديل، ده برضو بيدي ايه شكل وطعم حلو قوي للزيتون، وبقى طعمه جميل جدا مع اللي بياخد من طعم الزيتون والفلفل، فالجزر بقى طعمه حلو قوي. هنكمل بقى بقية البطرمان مع بعض. حاول انك هنحط في القلب البطرمان وتدوسي عليه كده عشان خاطر ميبقاش فيه ايه فراغات وايه، عشان يدي التخليل الايه المظبوط الكويس. فحاولي تكبسي فيه كده عشان ميبقاش فيه فراغات في قلب البطرمان. والناس بقى اللي ما بتعملش لايك تعمل لايك، الناس اللي ما بتعملش لايك تعمل لايك، عشان في ناس بتقول لي انت ايه انت ما بتنزليش حاجات. قلت لهم لا يا جماعه، لو دخلتوا على المطبخ تيتا نونا هتلاقيني بعمل حاجات، بس انا ما بنزلهاش عشان اشوفكم ايه مشتركين في القناه ولا. وربنا يا رب يبقى جنب ان شاء الله كده على كل الحاجات اللي انا بعملها تعجبه.
وتفيدكم يا رب. احنا طبعا كلنا زي ما احنا قلنا شطار كتير قوي في البيت، كلنا شاطرين، بس برضو ايه كمعلومات ممكن اخد منك معلومة استفاد منك حاجة. ودي احنا زي ما انتم شايفين يا حبايبي، وعمل بطرمان وعمل علبتين انا بعمل عشان بعمل لحبيبتي بنتي ام عبد الرحمن ومرات ابني ام عمر. بحب ان انا بعمل كل سنة ربنا ما يقطع العادة واديهم منهم، وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله تعجبكم، ونتقابل ان شاء الله في الزيتون الجاي ان شاء الله، زيتون عزيزي. وما تنسوش في اللايك والاشتراك. معلومة بقى نحب نستفاد كلنا منها، طبعا على وش البطرمان برضو حط حبة زيت، وبعد ما نحط حبة زيت هنحط حتة اي حتة كيس نايلو عندك، اطبقه نصين كده واقفلها، احطها على غطا البطرمان واقفل كويس الغطا عشان خاطر ما يدخلش ليها والزيتون يبوظ مني.